لكن هاخد من البطولات الافريقيه او من الشامبيونز ليج الافريقي بعض النقاط اللي نترجمها على مستوى الكاف. النهارده كان في اجتماع مهم جدا، يمكن موتسيبي الرئيس الجديد للكاف كان عنده اجتماع، كان في بعض النقاط اللي اتكلم فيها هنعرفها منك. هل تدرج لنقطه عمليه او البرنامج اللي هو قدمه، واللي يهم طبعا دلوقتي يمكن جماهير النادي الاهلي بصفه خاصه، عمليه الملاعب السيئه اللي بعض الفرق الافريقيه اللي بتشارك في دوري الابطال عندها هذه الملاعب، المباريات، مواعيد المباريات، بتتكلم على حضور الجماهير، بتتكلم على القيمه الماليه للبطوله، هل هتختلف؟ ايه اهم النقاط النهارده اللي انت شفتها من خلال اول اجتماع لرئيس الكاف الجديد موتسيبي؟ يمكن متسابة النهاردة عمل مؤتمر صحفي واتكلم فيه عن معظم النقاط اللي حضرتك ذكرتها. يعني هو ده المؤتمر بتاعه النهاردة، عمله في جنوب أفريقيا في بلده، وده كان أول لقاء له مع الصحافة الجنوب أفريقية. وهنا اتكلم هو بصفته بقى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالظبط. فهو طرح عدد من النقاط المهمة، منها الأجزاء اللي حضرتك اتكلمت فيها، يعني فيما يخص ملاعب، مواعيد إقامة المباريات في بطولات الأندية. هو اتكلم عن أنه مفيش حاجة اسمها، أو أول قرار كان خده أن المباريات كلها هتتلعب بعد كده بالليل، علشان هيعمل خطة تأهيل أو خطة تطوير للبنية التحتية للملاعب في القارة الأفريقية. الدول اللي عندها ملاعب جيدة زي مصر خلاص دي جاهزة، الدول اللي ما عندهاش بقى البنية التحتية دي وبتشارك أنديتها في البطولات القارية ومنتخباتها كمان في البطولات، هيبتدي يأهل على الأقل ملعب موجود في كل بلد أنه يستقبل المباريات دي تحت الأضواء الكاشفة، مش في عز الظهر زي ما بنشوف. يعني هو قال خلاص ما فيش مباراه في البطوله الافريقيه هتقام الساعه 3 او الساعه 2 الظهر، يعني ده المرحله اللي جايه. المرحله الجايه طبعا مش قريب بالظبط. يعني لانه طبعا اكيد هياخد وقت، الموضوع هياخد بادجت كبيره وهياخد وقت. النقطه الثانيه اللي هو اتكلم فيها، اتكلم كمان عن بطولات الانديه، وانه عاوز طبعا يعظم من الجوائز بتاعه بطولات الانديه. اتكلم، سال النهارده في المؤتمر ده، اتسال عن وضع بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهل هتقام كل 4 سنوات زي بطولة أوروبا أو لا. هو أكد أنه في الوقت الحالي وفقا لاتفاقاتنا مع الرعاة هيكون البطولة كل سنتين زي ما هي، مفيش كلام عن تغيير نظام كأس الأمم الأفريقية ولا توقيتاتها. في نقاط كتير كمان هو أتكلم فيها تخص مستقبل أو رؤيته لمستقبل الكرة في أفريقيا تحت إدارته، ان هو بيفكر انه شايف ان القارة الأفريقية مش هترجع للخلف، وده قاله صراحة في المؤتمر، وانه عايز الكرة الأفريقية سواء على مستوى الأندية، قال احنا هنا في أفريقيا بندفع فلوس كتير علشان نشترك في قنوات عشان نتفرج على بطولات أوروبا، انا عايز العكس، عاوز أوروبا هي اللي تدفع علشان تتفرج على بطولات أفريقيا، وده مش هيجي الا بتطوير المستويات جوه القارة. وبيتكلم عن فكرة ان المنتخبات الأفريقية لابد ان هي تتطور فنيا، انه على ارض الملعب تقدر تنافس المنتخبات العالميه الفتره اللي جايه. هو كلام كتير وكبير جدا، وهياخد وقت وهياخد بادجت كبيره او ميزانيه ضخمه جدا علشان يقدر يحقق ده على ارض الواقع. هو مؤمن جدا بالقاره الافريقيه، هو شايف انه القاره الافريقيه لابد ان تحافظ على احترامها على مستوى العالم، وانه يعني يبقى في تطوير المواهب هنا وتطوير لكل المنتخبات والمستويات الفنيه علشان يقدر ينافس على المستوى العالمي. نتعشم منه ده ممكن هو يقدر ينفذه الفترة اللي جاية.